ريال مدريد بيفوز على مشنغلة الألماني بهدفين بنزيمة عشان يصعد لدور الستاشر. زين الدين زيدان سيرحل عن ريال مدريد في نهاية الموسم بعد فسخ عقده بالتراضي مع النادي. كورتوا لعبنا مباراة جيدة وقدمنا واحدة من أفضل المواجهات هذا العام. زيدان حقق الفوز رقم 150 له كمدرب للفريق ولاعب الفريق بعد الفوز. لقد فعلنا ما كان ينبغي أن نفعله، ليس لدينا ما نحتفل من أجله. الريال يعمل حاليا على رحيل إسكو في صفقة تبادلية مع دومينيك سوبوسلاي لاعب وسط ريد بول. زيدان هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها الريال معي وهو متصدر للمجموعة. خصوم الريال المحتملة في دوري الأبطال بورتو وأتلانتا ولايبزيج وليتسيو الإيطالي. بنزيما كانت مباراة صعبة ولكننا بدأنا بشكل جيد، كان حرصنا كبيرا من أجل إظهار أننا الأفضل.